Азан КЗ Ислам Ағарту порталы ұсынады. Келесі Сейдулла Али Бақтиярұлы, Алматы өңірі. билет. Бірінші сұрақ, Ниса сүресі. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرككم الموت فقد ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا حسبك كل السرق طور سورسة أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم وما ألتناهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم وما ألت واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم على وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله عليه من بيننا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله رزقنا